نتقرب لله، نطلعوا السطوح ديالنا ونقولوا الله اكبر ونهللوا ونطلبوا الله ينحيد عنا هذا الوباء، رغم انه الله سبحانه وتعالى ما محتاجش منك انك انت تطلع للسطح باش تكبر. الله يقدر يسمعك غير في دارك، يعني ما محتاجينش حنا نطلعوا للسطح نهار السبت مع العشرة ديال الليل نغنيو النشيد الوطني ونطلقوا النشيد الوطني باش نعبروا على الحب ديالنا لبلادنا. جاو شي وحدين استغلوا هذه البلباله هذه ولعبوا بالمشاعر ديال بعض الناس ضعاف القلوب. ما نقولوش حنا كلشي مشاو لبعض الناس اللي سدج التضرع وطلب الله سبحانه وتعالى، بالرغم انه يمكن لك انك انت في دارك مخبي في دارك مع اولادك وتصلي جوج ركعات وتطلب الله سبحانه وتعالى وتقرا القران، ما محتاجش انك انت تخرج برا. المباشر هو ضرب البلاد ديالنا والخدمه كامله اللي حنا مقاتلين عليها. دابا نتسناو واحد 14 يوم اخرى باش نشوفوا هاد الناس، هاد المية ولا هاد الميتين اللي خرجوا واش غيبانوا فيهم شي حالات ولا لا. بالنسبة للناس اللي غادي يقولوا جمال الفا ولا غير كيخربق، غادي نختم عليكم حديث نبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. يعني شنو؟